مرحبا، أنا اسمي هناء شمسان، يمنية أثيوبية، مواليد المملكة العربية السعودية، عشت وربيت هناك. جيت على الأردن أتعلم، تخرجت بال 2017 من جامعة العلوم والتكنولوجيا طبيبة أسنان. حلمي هو أني أكون جزء من أني أغير هذا العالم، وبشوف حالي من هون لخمس سنين أني كونت مجموعة على الأقل على المستوى المحلي هدفها تقدم خدمات طب أسنان للناس الأقل حظاً. بختلف هذا الموضوع عن كثير شغلات موجودة أو كثير حملات موجودة، كل الحملات الموجودة وكل العيادات اللي بتوفر هاي العلاجات بتكون موفرة البير مينيمم للناس الأقل حظاً أو للناس اللي ما معها تتعالج بالعلاج الأيديل. بحب أكون ليدر لمجموعة هدفها يكون العلاج أيديل أكثر من أنه convenient. شو الشيء اللي بخليني أصحى الصبح متحمسة؟ بصحى كل يوم كتير مبسوطة وكتير متحمسة، لأنه قبل بيوم بكون حاطة list of achievements لازم أعملهم اليوم اللي قبلي. كل achievement منهم بحس أنه بخليني أقرب لهدفي أو نعم بمشي خطوة لقدام. بآخر اليوم لما أخلص achievements هدول no matter how small they were، بالإشي هذا بخليني كتير مبسوطة وبخليني أحس حالي accomplished أكتر بالحياة. أبطالي كتار، بس on top of my head في واحدة من صحباتي خالتها طلعت من فلسطين، تهجرت من بلدها من أرضها وطلعت على الأردن لاجئة، وبعد ما طلعت على الأردن راجئة طلعت كمان مرة على ألمانيا لاجئة. في ألمانيا واجهت كتير عنصرية لأنها عربية مسلمة فلسطينية لاجئة، ومع هيك كان ظل الحلم تبعها جوا راسها إنه هي توصل وإنه يكون إلها صوت بتغيير العالم. وصلت بالأخير، حصلت على مقعد بالكونغرس الألماني، وهلأ عم بتعيش حلمها لأنه كانت كتير determined وكتير تحدد ظروف قدامها. ليش الناس بتضلها تابعة؟ لأنه الناس think it's easier to follow more than they lead and it's actually is. يعني لما تكون leader بدك تكون responsible، بدك تكون committed، بدك تكون hard worker، بدك تظلك دائما working. لكن لما تكون follower الموضوع كتير أسهل بالنسبة للناس لأنه they just have to follow. في إشي واحد بدي أغيره بالعالم، بدي أغير فكرة إنه الرعاية الصحية أو الكواليتي تبعت العلاج أو كواليتي تبعت العلاج المقدم لهدول الناس تتعلق أو تتناسب طرديا مع كمية الدخل، وهذا الإشي بدي أغيره لأنه كل بني آدم بالعالم لازم يكون له حق متكافئ مع أي بني آدم بالعلاج وبالشفاء كمان، لأنه إذا كان الكواليتي تبعت العلاج أقل نسبة الشفاء أكيد رح تكون أسوأ. الإشي اللي بقدر أقدمه لحكمة ليدرز أني أكون ملتزمة، أكون على مواعيدي، وأكون prepared for every session so I can add value to that session. ليش بدي أكون ليدر؟ لأنه part of achieving my dream أو الإشي اللي أنا بدي أوصل له أو الإشي اللي أنا بهدف له أني أكون ليدر. أو بشوف بحالي صفات كتير تأهلني أني أكون ليدر، بشوف حالي committed، بشوف حالي determined، وبشوف حالي عندي القدرة أني أخلي الناس تشوف المواضيع من وجهة نظري، وأنه إذا عندي مجموعة من الناس أوظف هاي القدرات اللي عندهم مشان يطلعوا أحسن ما عندهم. و I think that what a leader should be. إذا عندي شغلة راح تخلص لازم أخلصها بثلاث أيام، هي المفروض تخلص بثلاث أسابيع، مبدئياً أول شيء مخي راح يشتغل إنه بدي أجيب 3 people كل واحد فيه صفات تختلف عن الثاني، since إنه time frame قصير وال workload عالي، فبدي in my team a motivator, an energetic person, a creative person. The second person I need to be precise، بدي يكون hard worker, on time, can work under pressure. والشخص الثالث بماي تيم بحب انه يكون فينيشر او perfectionist مشان يطلع الشغل بالاخير باحسن صورة ممكنة. بتوقع بعرف ناس كتير لهم هاي الصفات، يعني يعطيكم العافية.